عملنا ده وده وده، فضلنا الوحش. يلا بينا. هي طالعة دي من هنا، مش جاية من الأول. هنعرفها دلوقتي. معلش المهمة دي، بس
هي يعتبر مظبوط 100%. ممكن نشيل وانا كده بنعمل على واحدة ودوس كنترول نعلم عليهم كلهم 25% هتلاقي أصبح الدائرة تساوي 100 سفندي والبرتكان تحت. ده يعتبر كلمة ما دائري عمق نعلم هنا ونتوس اكسكلوت بس قصدي سكتش من هالأمر ترسم الدائرة هنا درب ده السنتر بتاع الدائرة ترسم فيه دائرة ده اللي هو 34 داخلة لجوه 6 بس 34 داخلة 6 تمام بمقدار 6 لجوه 6 بعد كده بتعمل سكتش تاني تعمل دايرة تانية سمارت دايمنشن الدايرة التانية دي دايرة مقطوعة 22 ونعمل لها ايه سلوت كات لحد الاخر ده اللي هو جسم المسمار او المكان اللي هيركب فيه المسمار بس كان صور معنا غير بس ايه عندنا هنا في اللي هي الفتحة دي دي نعمل دي سكتش ونعمل نفوق كده ونعمل دايرة المفروض انها تكون صح المفروض نعمل نخلي دي على شكل دايرة فاحنا هنعمل لها برضو فيلت نفس الشكل اللي فوق احنا عملنا فوق ندي فيلت بمقدار 25 وفيلت ندوس بعد كده هنعمل دي سكتش ونعمل الدايرة بتاعتنا أربعتاشر بعد كده نفتح اللاكس لحد الآخر نعمل نحن فيه تمام نعمل بقى فيه الميكرو اللي هي دي نعمل لها في تعمل لها ناحية السكتش نحدد بس عشان السنتر بتاعها ونرسم
ماشي من هنا لحد هنا من 14 أو 16 16 عايزين تبقى في النص بالظبط بس الطرف ده 8 اللي هي في النص بالظبط. بعد كده نخلي ايه البعد من هنا بعد كده من هنا لحد دي ستاشر زائد تمانية خلي بقى في حاجة عايز أوضحها إنه ممكن هنا على السوليد ووركس يعمل عمليات حسابية يعني أنت ممكن بدل ما تحسب على آلة حاسبة أنت ممكن تكتب هنا 16 تكتب علامة الزائد اللي هي شيفت وزائد 8 هو بيحسبها لك 24/1 تمام كده. بعد كده احنا عايزين في دايرة هنا المفروض ان احنا نعمل دايرة مقدارها 8 لا هي دي عملها اول قطر 8 احنا عايزين قطر 16 يعني نص قطعة 8 وبعد كده نعمل نخليها ايه مماس دي احنا هنعمل هتدوس شيفت وتدوس على الدائرة وتدوس على الخط ده وتخليها تنجنت للخط اللي هي اتعملت مماس تدوس نشيل بقى الزيادات اللي هي دي مثلا زيادات من الترم ده كده اتعملت معانا الشكل اللي احنا عايزينه اللي هو ده بس باي ديفولت هتلاقيه من محددها لك هو محدد بس على مكسب هي الشكل كامل 100% مفيش أي حاجة ناقصة لما يبقى أي نوع ماتيريال بحس إن هو ندوس كنترول S